ينطلق السباق، ينطلق السباق ومخروفي في المراقبة. ولو أنه نشاهد مشاهدينا الكرام، هناك شيء غير طبيعي، هناك شيء غير طبيعي. بدأ الألم في رجل مخروفي. مخروفي يعاني من الإصابة. نتمناه ما تكونش الإصابة العائقة. الجزائري الآن يخرج من السباق. دعائنا لك بالشفاء والعودة السريعة للمثامير، لأنك أملنا الأخير يا حريص العرب. Troisième, Makloufi et Chemout qui se battent pour la victoire. Makloufi devant Anthony Chemout qui est en train de craquer, qui est parti peut-être un peu fort et qui le paye. Et Makloufi qui va s'imposer dans un bon chrono en 1:43.90. Chemout deuxième, André Oliver troisième. Ladies and gentlemen, welcome to London and to the games of the 30th Olympiad. Coming up, it's quick again, 2:54.12, and the crowd giving great support. Devlin-Medin in the second place, Malouf has got away. Devlin-Medin is in the second place at the moment. Here comes Ross Murray, a brilliant run by the young Briton into third place now. O'Garner's behind him. بمعنى الكل إله إنجاز والكل إله مشكلة. سأتركك عثمان، الآن انطلق السباق. نعم، سباق 1500 متر. الآن لابد من التمركز، لابد من التمركز، وحذاري من التمركز. يزداد الإيقاع سرعة، تزداد الأمور في التقدم للأمام. الخطوات واسعة، وآخر 300 متر من هذا السباق. توفيق مخلوفي، الجزائر في البداية، الجزائر في الطليعة، الجزائر في المقدمة، الجزائر بلد المليون شهيد في المقدمة، الجزائر في البداية. ذهب 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 ذهب، إنجاز كبير، فرحة عارمة. لك التحية، لك المحبة، لك التقدير يا ابن الجزائر، الشعب الكبير، الشعب العربي الأصيل. نحييه بهذا الإنجاز، نبارك للجزائر شعبا، وأيضا اتحاد جزائري لألعاب القوى ولجنة أولمبية جزائري. هي أيضا دموع الفرح التي ذرفها توفيق مخلوفي، ولم تجعله ليتكلم، بل كانت معبرة أكثر عما جاب ويجوب بداخله. إنسان لازم يصبر ويعزم، يعزم على الشيء حتى يحقق إن شاء الله. يعني ناخذها منك أنت سيد مخلوفي، أنت يعني البداية تاعك كانت صعبة جدا. البداية ومهما ظل كان ماكش كي نجحت القطار في حمارة. منتف البائع في الطريق إلى بطل أولمبي. درنا كلش، باعنا في الطريق، خدمنا كل شيء باش كيما قلنا باش تشري ترينينغ باش تكمل كيما على واش تحوس. ماكش تحوس تمثل البلاد ولا تحوس تصوفي حياتك، تصوفي العائلة تاعك، فاهم؟ يظل كذلك الطريقة اللي تخليك كيما قلنا
تحسن المستوى المعيشي تاعك مع انت والعائلة. McLoofy hits the front as he did in London. Can Kiprop or Requena get past it? I think they might be able to. As Val Kiprop storms past them. Also there is Kiplagat. Gold for Kiprop. And in the end, it was first and second. في الرياضة، يتواجد العداء الجزائري توفيق مخلوفي في تربص مغلق مع المنتخب الفرنسي، وذلك تحت إشراف مدرب المنتخب الفرنسي لألعاب القوى وفقا للاتفاقية المبرمة بين الاتحاديتين الفرنسية والجزائرية لألعاب القوى. توفيق جاهز للمنافسة؟ إن شاء الله يا رب، إن شاء الله مادام هنا جاهز الحمد لله يا رب، والباقي عربي سبحان. كلمة للشعب الجزائري. أخويا نغتنم الفرصة نحييهم ونقول لهم وإن شاء الله نديروا العلينا ونفرحوا الجزائريين إن شاء الله يا رب. يا رب التوفيق لتوفيق ابن الجزائر. ينطلق السباق، سباق من نور، سباق حريقة. يلا يا توفيق، السرعة لا متناهية يا توفيق. الجزائر ميدالية فضية، ميدالية فضية 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 للجزائر. Of the men's 1500 meters. So will it be a tactical start? It appears so. Bustos has gone out to the front. And this is a pace that they wouldn't even dream of doing. Oh, there's a faller, it's Quemoy. And that's what happens. And even Aspel Kiprop there gets his heels clipped. شارد يلا يا توفيق، يلا يا ابن الاخضر توفيق. الجزور 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 توفيق وزاده فضيه. سعيد بهالانجاز، فرحت الاهل تاعي، فرحت الشعب الجزائري. ما سبقش ما انه رياضي مر وعمل الانجاز اللي درته انا اليوم، والحمد لله نكونوا مدينا احسن صوره عليهم.